السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الوصفات هي هذه الوصفه، هذه هي عباره عن كوكيز، عن حلوه شاي. هذا الحلوه هذه او الكوكيز هذا يعني مقادير بسيطه وما كيطلبش الوقت كثير. كنقترحه بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا في العمل، ملي كيجيو كيبغيو يتشهاو الكوتي فحال هكا، ياخذوا اتاي مع شي كوكيز. كنقترح عليهم هاد الكوكيز اللي بسيط والمقادير تاعو بسيطه. غادي نبدا معكم الوصفه على بركه الله. عندنا 300 غرام تاع كوطا تشيز، عندنا 350 غرام تبع الدقيق، غادي نحتاجو واحد الساشيه تاع فاني، غنحتاجو 150 غرام تاع الزبده، غادي نحتاجو 12 غرام تبع الخميره بيكن باودر، وغنحتاجو 80 غرام تاع السكر سنيده. غنبدا معكم على بركه الله. اولا غادي ناخذ لي كوطا تشيز تاعي، غادي نوضعها، من بعد غنضيف ليها السكر سنيده، غادي نضيف هذيك الزبده تاعي 150 غرام، تكون شويه هكا سائله دايبه، ما تكونش دايبه بزاف وما تكونش عاوتاني جامده. هانتوما اخواني اخواتي، غنبدا نمزج هذا الخليط تاعي. غادي نضيف هذيك الساشي تاع الفانيلا، حتى تجنس عندي هاد كوطا تشيز مع هاد الزبدة تاعي. ومن بعد غادي نضيف هذوك المكونات الجوج اللي بقاو ليا. هانتوما اخواني اخواتي، كما كتشوفوا من بعد من زاجمه العناصر، غادي نضيف ديك 12 غرام تبع البيكن باودر، ومن بعد غنضيف الدقيق اللي بقى عندي، اخر مرحله الدقيق. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، هذا الكيك كيجي لذيذ، ما فيهش لا بيض لا حتى شي حاجه، يعني ما كيتوفرش على عناصر كثيره. باش ما نطولش عليكم اخواني اخواتي، من بعد ما غادي نجمع العجين تاعي غادي نرجع معكم. هانتوما اخواني اخواتي، كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين ديالي ندير لكم هنا، كيبقاو يبانوا فيها هاد الحبيبات تاع كوطا تشيز، يعني العجين تاعي هو هكا كنحصل عليه رخوه على هذا الشكل هذا. من بعد اخواني اخواتي، غادي نخلي هاد العجين تاعي ساعه تاع المكانه ترتاح، ومن بعد نرجع معكم. هانتوما اخواني اخواتي، كما كتشوفوا من بعد ساعه المكانه غادي ارتحت العجين تاعي. انا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نصوب هاد الكوكيز، خليكم معايا. هانتوما اخواني اخواتي، كما كتشوفوا من بعد ما ارتحت لنا العجين تاعنا لساعه تاع المكانه، كناخذوا شويه تاع الدقيق كنفرشوه وكنبسطوا العجين ديالنا، والحق ما تكونش يكون السمك شويه تاعها غليظ، ما تكونش رقيقه.
يعني لهاد العجين جد رخوه، ما تخافوش منها يعني راه واخا طريه بزاف راه ما غاديش تلتصق لكم. كيف ما كتشوفوا هاد الكوكيز هذا مع الشاي كيجي رائع، يعني وما كيطلبش الوقت كتير، يعني بالنسبة للناس اللي كتشتغل يعني يجيو يقدروا في آخر دقيقة يقدروا يصوبوا هاد الكيك هذا، هاد عفوا هاد الكوكيز. هانتوما اخواني اخواتي السمك ديال العجين يكون على هذا الشكل هذا، يعني يكون شويه غليظ. تاخذوا اي مرشم عندكم دائري صافي كتبداو تشكلوا هاد الكوكيز تاعكم. كيف ما كتشوفوا يكون غليظ بحال هكا السمك ديالو. من بعد اخواني اخواتي كنتنيو على جوج لهذا الشكل هذا، ومن بعد كنتنيو عاوتاني على جوج مره ثانيه تولي هذا الشكل هذا. كناخذوا واحد السكر سنيده ومن بعد كادي نديرو فيه السكر بهذه الطريقه هذه جميع الجوانب صافي. كنحطوه كنفرشوا ورق الزبده في البلاطه اللي غادي نديروا فيها الكوكيز. هانتوما اخواني اخواتي غنعيد معكم مره اخرى. كناخذوه ها هي كتشوفوا السمك ديالها كيكون شويه سميك، كنتنيوها على جوج لهذا الشكل هذا، ومن بعد كنعاود نتنيوها صافي. كناخذوا السكر سنيده ديروها في جميع الجوانب غير هادو فاش تبغيو تدخلوهم الفران ضروري انهم فاش يكونوا في اللاطه يكونوا مبعدين كما كتعرفوا اخواني اخواتي، بان هاد الكوكيز تاعنا كيتوفر على الزبده وكيتوفر على كوطاتشيس، ضروري انهم خاصهم يتبعدوا باش ما يتلاصقوش. كيف ما كتشوفوا كنتنيها على جوج ومن بعد كنتنيها عاوتاني على جوج صافي، يعني ما كتاخذش وقت وسهله وكتجي لذيذه بالنسبه للشاي ناخذها لواحد مع الشاي ولا مع القهوه. جربوها غادي تعجبكم بزاف وردوا عليا الاخبار في التعليقات تاعكم. نبسطو على جوج وكنعاود نتنوها على جوج صافي، وكنديروها في السكر سنيده هانتوما اخواني اخواتي. واحد الملاحظه بالنسبه للعجين اللي كتشات لكم غير جمعوها بيديكم ما تلكوها ما والو، حيت هاد العجين ما كتبغيش تدهلك بحال شكل العجين ديال الصابلي، يعني ملي كتشات لكم غير جمعوها عادي غير ما تلكوها صافي، عاود شكلوها عاوتاني. ان هذوك الحبيبات تاع الكوطاج تشيز ما غادي خاصهم يبقاو هكاك. هاد الكوكيز هذا ديك
الطراوه ديالو هي هذوك الحبيبات تاع كوطاتشيز اللي كيكونوا فيه، كيخليو العجين كتبقى لينه. شي علاش اخواني اخواتي الا شط لكم من العجين غادي تعاود تجمعوها عادي من غير دلك، وعاود شكلوا بها الكوكيز ديالكم. ما كتشوفوا عادي هذه هكا غادي نجمعها، ما غندلكها ما والو، هكا بايدي. صافي وغنعاود نشكلها. ما كتشوفوا اخواني اخواتي هذا غادي نتنيها على جوج، وغنعاود نتنيها على جوج، نديرها في السكر سميده. كما قلت لكم انهم يكونوا متباعدين، وحدتكم متباعدة على الاخرى باش ما يتلاصقوش. منين غنكمل التشكيله تاعي غنرجع معكم. ها انتم اخواني اخواتي كما كتشوفوا هاد الكوكيز ما شاء الله عطاني جوج تاع اللاطات، رغم غير 350 غرام تاع الدقيق الدقيق، يعني تقريبا جاتني 29 وحده. دابا اخواني اخواتي غندخلوا الفرن ما بين 20 حتى 25 دقيقه، وكما قلت لكم على حسب الفرن تاع اي شخص، كاين اللي كتكون عنده درجه 180 درجه كتكون درجه ملائمه باش يطهي الكوكيز، كاين اللي 350 على حسب الفرن تاع كل شخص. منين غادي يجهز هاد الكوكيز تاعي اخواني اخواتي غادي نرجع معكم. هانتوما اخواني اخواتي كما كتشوفوا هذا هو الكوكيز ديالنا كنحصلوا عليه، هذا هو الشكل تاعو، كيجي شكله رائع كما كتشوفوا. كنتمنى اخواني اخواتي يعجبكم هاد الكوكيز تاع التوازاتاي، اولا تاخذوه مع القهوه اللي حبات خاطركم. كنتمنى تجربوه، وانا غادي نعاود نقطع لكم وحده باش تشوفوا الشكل تاعها كي كيجي من الداخل. خليكم معايا اخواني اخواتي. ها انتم اخواني اخواتي كيف ما كتشوفوا ها الكوكيز تاعنا كي كيجي من الداخل كيجي هشيش. هذا راه السكر هو اللي كيخليها هكا، ماشي علاش قلت لكم انكم الجهه السفليه ما تديروش فيها السكر باش ما تحمرش لكم بحال هكا. كنتمنى اخواني اخواتي تعجبكم هذه الوصفه تاع اليوم، كما العاده ما تنساونيش بالتعليقات الجميله تاعكم وباللايكات، وتشاركوني مع الاصدقاء تاعكم. شكرا، مع السلامه.